سلام خوتي، لاباس عليكم؟ كيف دايرين اليوم؟ جيت نقرا عليكم واحد الخبر غريب وعجيب عندنا في المدينة. شي ناس كيسمعوا اصوات ديال واحد القبر، واحد المقبرة. انا عادي نقرا عليكم الخبر. استنفار امني بالقنيطرة، مجهولون يدعون سماع صراخ ميت وعائلته ترفضون نبش القبر. حالة من الفوضى والاستنفار الأمني تلك التي شهدتها مقبرة الرضوان بمدينة القنيطرة ظهر يوم الجمعة اليوم، بعدما زعم مجهول سماعهم لصراخ ميت من قبره. هادو واحد الحي قدام المقبرة كنسمعوا الصوت ديال الميت. وحسب مصدر محلي فقد ادعى مجهول سماعهم لأصوات وصراخ قادم من قبر شخص توفي قبل مدة، قبل أن يعتزموا نبشه. هذا القبر ديالو عاد كيف توفى. وأضاف ذات المصدر أن عائلة الراحل رفضت نبش قبره مؤكدين أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة ومطالبين المصالح المعنية بالتدخل. قالوا لهم السيد راه مات ومش بعموت، وهاد الأصوات اللي كتسمعوا راه ما كايناش، يعني ما بغاوش يحلوا القبر. وتابع المصدر ذاته أن العناصر الأمنية تدخلت على الفور بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الواقعة وعن هوية المدعين. هذا خبر بارز عجبني وبغيت نقرأ عليكم. إذا شكرا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك وإعجاب بالفيديو وترك تعليق. إلى اللقاء.